السلام عليكم، أنا يائل لامبرت، السفيرة الأمريكية الجديدة من المملكة الأردنية الهاشمية. شرف كبير لي أكون هنا بعمان لتعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن. زرت الأردن مرة كثيرة، وزيارة الأولى كانت من حوالي 30 سنة في بداية التسعينات. أنا مبسوطة كثير إنه بلادكم الجميل راح يكون بيتي الجديد أنا وعيلتي، والشرف كبير إني أكون سفيرة معتمدة رسمياً من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وأنا متحمسة أوي بتعرف على الأردن والنشامة الأردنيين. كبرت في ريف نيويورك وأنا نيويوركية فخورة. عملت خلال السنوات 25 الماضية كدبلوماسية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من طرابلس إلى بغداد ومن القاهرة إلى القدس. درست اللغة العربية في القاهرة، وعشان كده عندي لهجة مصرية جامدة قوي، ولكن بعد مدة قصيرة في الأردن أتمنى تعلموني اللهجة الأردنية. خلال عملي في واشنطن شاركت في قيادة السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان من الواضح مدى أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن. يصادف العام القادم ذكرى مرور 75 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا والأردن، وهي علاقة وثيقة وراسخة. راح أعمل مع زملائي المميزين في السفارة لنواصل التعاون مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني لتعزيز أولوياتنا المشتركة، من بينها دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. تقف الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع الأردن، وراح نستمر بدعم الأردن. أنا متحمسة أتعرف على الأردنيين من كل المملكة، وكمان على تاريخ وثقافة الأردن وكرم الضيافة اللي بيشتهر فيها الشعب الأردني، وأستمتع بجمال طبيعة والأكل الأردني الزكي. طبعاً الشاورما والكنافة، وبدون شك سيد المائدة المنسف. شكراً كثير لترحيبك فيي بالأردن.